فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، ثلاثة أمور. أولها العلم، فإنه لا يتحقق التوحيد إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن لم يكن عالما فليس بموحد، لأنه لا بد أن يعرف الله عز وجل، ويعرف الله عز وجل بأفعاله كما تعلم. قال: واعتقاده، أي اعتقاده الصدق، فلا بد أيضا من الاعتقاد، ولذلك فلا بد من علم واعتقاد معا، وهو التصديق. ولا يكفي المعرفة فقط كما زعم بعض الناس، بل لا بد من العلم وهو المعرفة، وإنما يتفاضل الناس فيه قوة في الإيمان ونقصا بحسب علمهم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فإن أهل السنة والجماعة أجمعت كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وبالعلم، وينقص بالمعصية وبالجهل. دليل أن العلم يزيد في الطاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين، ومن دلائل الإيماء والتنبيه للعلة قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، وكلام الشارع منزه عنه. فدلالة الاقتران هنا تدل على أن العلم يزيد بالله علما، فالعلم بالله وبأسمائه وبصفاته، والعلم بأحكامه، والعلم بأفعاله، والتفكر فيها، كل ذلك مما يزيد إيمان المرء ويقينه به سبحانه وتعالى. والأمر الثالث قال: التزامه، أي التزام بما علم. ولذلك فإن من أهم الأمور في التوحيد أن لا يأتي بناقض، فمجرد العلم ومجرد التصديق لا ينفعان إن لم يأتي بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض. ولذلك فإن من التزام التوحيد عدم الإتيان بنواقضه، سواء كانت أفعالا أو كانت تركا.